السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في تاريخ 4 ديسمبر من سنة 1995 كان في مزارع ماشي بعربيته جنب بحيرة في ولاية تكساس، وهو كان معتاد إن هو يمشي في الطريق ده تقريبا كل يوم، ولكن في اليوم ده على وجه التحديد هيقابل شيء على الأرض واللي كان بيشبه الجسد البشري. في البداية هيعتقد إن في أي حد عامل فيه مقلب أو إنه وارد يكون ده فخ حد نصبهوله علشان يقوم بعملية سرقة. هيقف في مكانه لحد ما هيتأكد من إن الشيء اللي موجود قدامه ما بيتحركش تماما، وهنا قرر إنه ينزل من العربية ويقرب من الشيء ده علشان يعرف هو إيه بالظبط. ولما وصل لهناك اكتشف إن هو بالفعل جسد لبنت. قرر إن هو يتصل فورا بال 911 علشان يبلغهم بالمشهد، ولما هيوصلوا للمكان هيحددوا هوية البنت لأن أسرتها كانت بلغت بالفعل عن اختفائها. والسؤال دلوقتي، إيه اللي وصل البنت للحالة دي؟ ومين اللي خلاها توصل للمكان اللي كانت فيه؟ من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا عن أدريان جيسيكا جونز، واللي اتولدت في تاريخ 18 يونيو من سنة 1979 في مانسفيلد في ولاية تكساس. أبوها كان اسمه بيل وأمها اسمها ليندا، وكان عندها أخين واللي كان اسمهم جاستن وسكوت. عائلة أدريان في البداية كانوا عايشين في منطقة دالاس في ولاية تكساس، وبعد كده قرروا إن هم ينتقلوا بحياتهم لمانسفيلد، وده كان في سنة 1984. والعيلة عملت النقلة دي لأن الأب والأم كانوا حابين إن هما يربوا أولادهم في بيئة تكون أهدى من البيئة اللي كانت محيطة بيهم في دالاس. بل أبو أدريان كان أب قلوق جدا وكان بيقلق على أولاده بصورة مفرطة، وخاصة على بنته أدريان. بل كان حاطط قواعد في البيت وخاصة لأدريان لا يمكن خرقها أبدا، وكل ما كانت أدريان بتكبر كل ما كانت القواعد دي بتزيد أكتر وأكتر. يعني مثلا ما كانش مسموح لأدريان إنها تتأخر برا البيت بعد الساعة 9 مساء، وفي حالة إنها كانت رايحة الحفلة أو أي مكان مع مجموعة من أصدقائها زي السينما أو المسرح كان بيل بيشترط عليها إنها لما ترجع توريه التذكرة الخاصة بالسينما أو المسرح علشان يتأكد إنها ما كانتش بتكذب عليه. بس طبعا زي ما انتوا عارفين السن ده كل ما بتحط له قواعد كل ما بيدور على طرق ازاي ان هو يخترق القواعد دي. وتقدروا تقولوا ان أدريان اتقفشت مرة او اتنين وهي بتحاول انها تهرب من البيت في خلال الساعات اللي ابوها كان مناعها فيها انها تخرج من البيت، وعلشان كده قرر ان هو يقفل الشبابيك في غرفة نومها بمسامير، سنكر لها الشبابيك تماما علشان ما تلاقيش اي مكان تقدر تهرب منه. الاب كان قلقان على بنته أدريان لانها كانت جميلة جدا، اجتماعية وبتثق في الناس بسرعة، وهو كان حاسس ان كل الصفات دي ممكن تخليها مطمع في عينين اي حد. بس على الجانب الاخر أدريان كانت متفوقة جدا دراسيا وكانت ملتزمة بدراستها، كانت بتحب انها تذاكر دروسها في المدرسة، وعلشان كده كانت بتقعد وبتقضي ساعات اضافية بعد ميعاد المدرسة، وكمان كانت منضمة لفريق كرة القدم للمدرسة، ولكنها حصل لها اصابة في واحدة من ركبتينها وعلشان كده اضطرت انها تسيب فريق كرة القدم. ولكن أدريان اصابتها ما خلتهاش تتخلى عن ممارسة الرياضة، انضمت لفريق الكروس كانتري، والرياضة دي بتشبه رياضة الجري ولكنها ما بتكونش في مضمار سباق، هي بتكون عبارة عن سباقات جري في مسافات تتراوح ما بين 3 كيلو متر ل 5 كيلو متر، ولكنها بتكون في وسط الغابات والمدن. أدريان لما انضمت لفريق الكروس كانتري كانت متفوقة جدا فيه. باختصار تقدروا تقولوا عليها انها كانت بنت ذكية متفوقة دراسيا ورياضيا. أدريان علشان تكون شخصية مستقلة اكتر قررت انها تتحصل على وظيفة بدوام جزئي، وكانت بتعمل تقريبا 20 ساعة في خلال الأسبوع، وكانت بتعمل في مطعم من المطاعم المحلية واللي كان بيقدم وجبات سريعة، وكان معروف عنها في المطعم اللي كانت بتعمل فيه بأنها إنسانة موثوق فيها جدا، وكان الكل بيستمتع بوجودها وبيستمتع بالعمل معاها. وبسبب دراسة أدريان وممارستها للرياضة وعملها ده خلى إن كان عندها أصدقاء متعددين في مختلف الأنحاء والمجالات. هي كانت بطبعها شخصية اجتماعية لأبعد الحدود، واحدة من أصدقائها كانت بتقول إن أدريان كانت مستعدة إنها ترحب بأي حد، تسلم على أي حد، تبتسم لأي حد حتى لو كان ماشي في الشارع وما كانش في ما بينهم أي سابق معرفة. كانت إنسانة ودودة طيبة، بجانب إن هي كانت مجاملة لأبعد الحدود، كانت بتقدم بعض المجاملات للأشخاص المحيطين بيها علشان تحسسهم بشعور أفضل تجاه نفسهم. في بداية سنوات المراهقة لأدريان بدأ إن يظهر عندها شغف وهوس جديد،
بالموضة والميك اب وكل ما يخص الموضوع ده. كانت بتقعد بالساعات قدام المراية علشان تجهز قبل ما تخرج البيت، حتى لو كانت رايحة مشوار لا يتعدى الربع ساعة وهترجع للبيت مرة تانية. وفي خريف سنة 1995 فريق أدريان للكروس كانتري كانوا بيستعدوا علشان هينضموا للبطولة الإقليمية واللي كان من المفترض أنها تقام في لوباك. وفي بدايات شهر نوفمبر من سنة 1995 اتجه فريق أدريان بالكامل من مانسفيلد للوباك. راحوا كلهم وانضموا للمسابقة، كانت رحلة لطيفة والفريق كله كان مبسوط جدا. وبعد ما انتهوا من البطولة رجعوا مرة تانية للمدرسة الثانوية، ومن المدرسة الثانوية أدريان في صديقة ليها أخدتها علشان توصلها من المدرسة لحد البيت، وهو ده اللي أدريان قالته لأسرتها إن صديقتها وصلتها من المدرسة لحد البيت. وركزوا كويس جدا في النقطة دي علشان هتكون محور أحداث قصتنا. ومن اليوم ده الأمور هتمشي عادية وطبيعية جدا لحد ما هنوصل لتاريخ 3 ديسمبر من سنة 1995. في مساء اليوم ده وتحديدا الساعة 10:30 مساء، أدريان هتتلقى مكالمة تليفونية من صديقها وحبيبها واللي كان اسمه تريسي سميث. تريسي كان منضم لمدرسة ثانوية بعيد تماما عن المدرسة الثانوية اللي منضمة ليها أدريان. أبوها وأمها كانوا شايفين إن هو شاب لطيف وإن مفيش أي مانع إنها تتكلم معاه، وأبوها سمح ليها إنها تتكلم مع تريسي لما تأكد إن هو بعيد تماما عنها وما يقدرش إن هو يقرب لها بأي شكل من الأشكال، وعلشان كده وافق إن يكون في ما بينهم علاقة من خلال المكالمات التليفونية. بس أبو أدريان ما كانش هيسيب الموضوع يعدي كده، كان بيخلي أمها تقف وتحاول إنها تسمع مكالمتها مع تريسي علشان تتأكد إن هما بيتكلموا في مواضيع ما تضرهاش ولا إن بنتها ممكن تهرب معاه أو يحصل ما بينهم أي شيء. أم أدريان وهي واقفة تلمع أكر وتتجسس على مكالمة بنتها سمعتها إنها جالها مكالمة تانية في أثناء مكالمتها مع صديقها تريسي. اتكلمت لمدة دقيقة مع شخص هي ما كانتش عارفة مين وقتها، وبعد كده رجعت لمكالمتها مع تريسي وبعدها أنهت المكالمة. أم أدريان قررت إنها تروح وتسأل بنتها مين الشخص اللي كلمها في أثناء مكالمتها مع تريسي، وردت عليها أدريان في الوقت ده وقالت لها إن ده ديفيد، وإنها تعرفت عليه في خلال المسابقة اللي كانت فيها مع فريق الكروس كانتري، وإن هو كان عنده مشكلة وكان بيفضفض معاها بالكلام. ليندا ما كانتش عندها فكرة بمين هو ديفيد ولا كانت عمرها سمعت باسمه قبل كده. في الوقت ده خرجت من غرفة أدريان بس كان في بعض الشكوك اللي جواها، كانت حاسة إن بنتها بتداري عليها أمر ما، وعلشان كده رجعت لغرفة أدريان مرة تانية بعد ما سابتها بحوالي 10 دقايق. في الوقت ده حست إن أدريان وكأنها كانت بتفكر في حاجة أو كأنها كانت بتخطط لشيء، والأم ما اهتمتش في الوقت ده لأن بنتها أدريان كانت بتستعد إنها تنام، وعلشان كده اتمنت لها ليلة سعيدة وبعد كده طفت النور وخرجت من غرفتها. ولكن في صباح يوم 4 ديسمبر من سنة 1995 واحد من إخوات أدريان هيروح ويصحي أمهم ليندا علشان يسألها عن مكان أدريان لأنها ما كانتش موجودة في غرفة نومها، والكلام ده كان في حدود الساعة 7 صباحا. الأم في الوقت ده هتعتقد إن أدريان راحت علشان تمارس رياضة الجري لأنها كانت متعودة إنها من وقت للتاني قبل ما بتروح لمدرستها بتخرج تمارس رياضة الجري لمدة ساعة وبعد كده ترجع للبيت. الأم دخلت لغرفة أدريان ولكنها لقت الحذاء اللي كانت بترتديه لما بتمارس رياضة الجري، بمعنى إن أدريان ما خرجتش علشان تجري. الأم في الوقت ده اعتقدت إن بنتها ممكن تكون زي ما بتعمل كتير تساهيهم وتهرب علشان تكسر القواعد اللي أبوها حاططها لها، ولكن أدريان لما بتهرب من البيت وبتخرج بترجع قبل ما النهار يجي، عمرها ابدا ما النهار جه عليها وهي بره البيت، بتكون حريصه طول الوقت ان ابوها ما يكتشفش انها خرجت بره البيت، واختفائها بالصوره دي في الوقت ده كان مخيف جدا. ابو وام ادريان هيستنوها انها ترجع للبيت لحد ما ميعاد مدرستها جه، وكانوا متاكدين انها لو كانت في اي مكان ما وانها بخير بكل تاكيد هترجع علشان تروح لمدرستها، ولما ما رجعتش للبيت قرروا ان هم يتصلوا بال911 ويبلغوا عن اختفائها. وزي ما قلت لكم احنا بنتكلم عن الواقعه وانها حصلت في فتره التسعينات، وفي الوقت ده كلنا بلا استثناء كان عندنا دفتر للعناوين والتليفونات كنا بنسجل فيه ارقام تليفونات اصدقائنا ومعارفنا علشان نحتفظ بيه. وادريان كانت بتمتلك دفتر من الدفاتر دي، امها راحت اخذت الدفتر ده وابتدت انها تتصل برقم رقم
على أمل إنها تقدر توصل لبنتها أو إن أي حد يدلها هي راحت فين. أم أدريان في الوقت ده اتصلت بالمدرب الخاص ببنتها أدريان علشان تسأله عن ديفيد، واللي زي ما قلتلكم إن هو اتكلم مع أدريان مكالمة تليفونية كانت مدتها دقيقة تقريبا في الليلة السابقة من اختفائها. ومدرب أدريان في الوقت ده قال لأمها إن في شخص واحد اسمه ديفيد معاهم في الفريق واللي اسمه ديفيد جراهام، ولكنه هو وأدريان مش أصدقاء بالمرة ومفيش ما بينهم أي صلة ولا سابق معرفة. ولأن المدرب كان عنده بعض الشكوك قرر إن هو يرسل واحد تاني من الفريق لديفيد علشان يتكلم معاه ويسأله هل هو تواصل مع أدريان في الليلة السابقة ولا لأ. وفي الوقت ده لما ديفيد هيتم سؤاله عن إن هو تواصل مع أدريان في الليلة السابقة ولا لأ كان مستغرب جدا وقال إن هو عمره ما هيتكلم معاها، وليه السؤال ده بيتوجه له أصلا؟ هما الاتنين مش أصدقاء ومفيش ما بينهم أي شيء يتكلموا فيه. وهنا اعتقد افراد الشرطة ان وارد ان ادريان لما قالت لامها انها بتكلم شخص اسمه ديفيد انها اخترعت اي اسم من عقلها علشان بس تتستر وما تقولهاش الاسم الحقيقي للشخص اللي كانت بتكلمه. وفي تاريخ 4 ديسمبر من سنة 1995 وبالقرب من بحيرة جو بول واللي موجودة في جراند براري في ولاية تكساس، والمنطقة دي بتبعد عن مانسفيلد حوالي 10 اميال. في الوقت ده كان ماشي واحد من المزارعين بعربيته وكان بيمر من الطريق، والمزارع ده كان متعود ان هو يمر من الطريق ده تقريبا كل يوم، ولكن بمجرد مروره من المنطقة دي شاف شيء غريب واللي كان محطوط على الارض ومن هيئته كان يبان كأنه جسد بشري. اعتقد في البداية ان ده ممكن يكون مقلب من اي حد او ان وارد يكون فخ وان حد بيحاول ان هو يصطاده علشان يسرقه. فضل واقف في مكانه ثابت ما بيتحركش ابدا، وفضل يراقب الشيء اللي كان على الارض ده ويشوفه هو بيتحرك ولا لا، ولما اتأكد ان الشيء ده ما بيتحركش ابدا قرر ان هو ينزل من عربيته ويروح ناحيته علشان يعرف ايه الشيء ده. الشخص ده لما قرب من الشيء اللي كان شايفه اتأكد بالفعل ان هو جسد لبنت واللي فرقت الحياة، وكان واضح ان تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح. كان في جانب من رأسها واللي كان تقريبا مهشم بالكامل، وده بالاضافة انها كانت مصابة برصاصتين، واحدة في الجبهة والتانية في خدها. وبمجرد ما المزارع اتأكد من المشهد اللي هو شايفه اتصل فورا بال 911 وبلغهم عن المشهد. أدريان في وقت العثور عليها لقوا انها كانت لابسة سويت شيرت وبنطلون، ولكنها ما كانتش لابسة اي احذية في رجليها. وفريق الطب الشرعي لما جه وفحص المكان لقوا ان كان في فارغ لرصاصتين جنب جسدها في نفس المكان اللي تم العثور فيه عليها. تقرير الطب الشرعي حدد وقت وفاة تقريبي لأدريان، واللي كان في حدود الساعة 1 صباحا في اليوم اللي كانت مفقودة فيه. زي ما قلتلكم ان أدريان كانت بنت جميلة جدا وكانت مرغوبة، والكل في المدينة في الوقت ده كانوا متأكدين بنسبة 100% ان الشخص اللي عمل فيها كل ده كان بدافع الاعتداء عليها جنسيا، ولكن تقرير الطب الشرعي اثبت بان أدريان ما تمش الاعتداء عليها ولا اي حاجه، حتى ان ما كانش فيه اي محاوله بالاعتداء عليها. في الوقت ده افراد الشرطه كانوا لازم يبلغوا ابو وام أدريان علشان ابو أدريان يروح للمستشفى ويتعرف على الجسد اللي قدامهم علشان يتاكدوا بنسبه 100% ان دي أدريان اللي هما بيدوروا عليها. طبعا موقف صعب جدا وبتمنى من كل قلبي انه ما يحطش اي حد فيه. الاب كان متدمر، ومش بس ابوها هو اللي كان في حاله من الدمار، افراد اسرتها، اصدقائها، كل معارفها، اي شخص اتعامل معاها حتى لو معاملة بسيطة جدا وسطحية، الكل كان حزين عليها، والكل كان بيسأل مين الشخص اللي ليه مصلحة انه ينهي حياة أدريان بالطريقة البشعة دي. بنت عمرها 16 سنة، مين الشخص اللي عايز ينهي حياتها بصورة مأساوية؟ افراد الشرطة في الوقت ده علشان يحلوا اللغز كانوا لازم يعرفوا عن حياة أدريان، يعرفوا ايه الحياة ما بينها وما بين افراد اسرتها، هل في اي مشاكل او خلاف ما بينهم، يبحثوا في البيت ويشوفوا غرفة نومها علشان يتأكدوا لو في اي علامات انها اتخطفت من جوه البيت. وفي الوقت ده هيتأكدوا من ان أدريان ما اتخطفتش من جوه البيت ولا اي حاجة، وانها لما خرجت لبره البيت خرجت بكامل وبمحض ارادتها. وبما انها خرجت من البيت في وقت متأخر بمحض ارادتها من ورا ابوها وامها، بكل تأكيد خرجت مع شخص تعرفه. والمشكلة ان زي ما قلتلكم ان أدريان كان قلبها مساكن شعبية، كانت بتصاحب كل الناس وبتتعامل مع كل الناس وكانت اجتماعية لأبعد الحدود. هيقدروا ان هم يضيقوا النطاق ويحددوا الشخص المحتمل انها تكون خرجت معاه ازاي ومنين. افراد الشرطة في الوقت ده ما كانش عندهم اي حل غير ان هم يروحوا للمدرسة الثانوية اللي كانت فيها أدريان ويبتدوا ان هم يحددوا بعض المشتبه فيهم هناك. كانوا بيستجوبوهم كلهم، كانوا بيحاولوا ان هم يخرجوا منهم باي معلومه،
والبعض منهم لما كانوا بيشتبهوا فيه كانوا بيعرضوه على جهاز كشف الكذب. واحد من اخوات ادريان قال ان في الليله اللي اختفت فيها اخته هو شاف من شباك غرفته عربيه صغيره واللي كانت واقفه قدام البيت، وعلشان كده افراد الشرطه ابتدوا يحددوا من المدرسه الثانويه اللي كانت فيها ادريان بعض الطلاب اللي يكونوا بيمتلكوا عربيه صغيره بالاوصاف اللي اداها لهم اخوها. عايزه اقول لكم ان الطلاب في المدرسه لما كان بيتم التحقيق معاهم كلهم كانوا عاوزين ان اللغز يتحل، وكلهم كانوا متعاونين جدا. هما كانوا خايفين لان الشخص اللي عمل كده في ادريان كان حر طليق، وارد ان الشخص ده يكون قاتل متسلسل، ومش معروف هو بيستهدف ضحاياه على اي اساس. مفيش اي حد عارف مين وامتى وفين هتكون ضحيته المستهدفة اللي جاية. الولاد اللي كانوا في المدرسة كانوا مصابين بصدمة نفسية وكانوا داخلين في حالة حزن واكتئاب شديدة جدا، وعلشان كده المدرسة قررت انها تعين بعض من الاخصائيين النفسيين علشان يعملوا جلسات علاج جماعي ليهم علشان يقدروا يتخطوا الازمة. ولكن في حدث مهم جدا حصل في خلال الجلسات دي. الاخصائيين النفسيين بيقولوا ان اكتر من حد من الطلبه وهم بيعملوا جلسات العلاج ليهم قالوا لهم ان الشخص اللي انهى حياه ادريان هم متاكدين بنسبه 100% انه شخص موجود في مدرستهم، وان هو بيتجول في المدرسه حر طليق بدون ما اي حد يعرف هو عمل ايه. وطبعا ده خلق حاله من الرعب والذعر جوه كل الطلاب اللي كانوا موجودين في المدرسه. على الجانب الاخر ليندا وبيل ابو وام ادريان كانوا مستمتين في ان هم يوصلوا الاجابات لكل اسئلتهم علشان يعرفوا ايه اللي حصل لبنتهم بالظبط، وان الشخص اللي عمل فيها كل ده ينال جزاؤه. كانوا بيترددوا على المدرسه وبيتكلموا مع الطلاب علشان يعرفوا منهم اي معلومه، وكانوا بيسمعوا لكل كلمه هم بيقولوها حتى لو كانت مجرد اشاعه. افراد الشرطه كانوا مستمرين في بحثهم وتحقيقهم مع كل الطلبه في المدرسه، ولكن ليندا ام ادريان كان عندها شعور داخلي قوي جدا بان ديفيد اللي كان بيكلم بنتها في مكالمه تليفونيه في الليله اللي اختفت فيها ليه علاقه باختفائها، وما كانتش قادره ابدا انها تشيل الفكره من دماغها. ليندا لما بلغت افراد الشرطه بشعورها القوي تجاه ديفيد قرروا ان هم يدوروا وراه ويشوفوا ايه حكايته. ديفيد ما كانش مشتبه فيه بالنسبه لهم ابدا، ما كانش فيه اي سابق معرفة ولا صلة ما بينه وما بين ادريان، وده بالاضافة انه حتى رقمه ما كانش موجود في دفتر العناوين والتليفونات الخاص بيها، وده بيأكد ان بالفعل ما كانش فيه اي سابق معرفة ما بينهم. ده غير ان ديفيد جراهام كان عمره 18 سنة، بمعنى ان هو اكبر من ادريان بسنتين، يعني مستحيل يكونوا هما الاتنين كانوا في نفس الفصل الدراسي. الشيء الوحيد اللي كان مشترك ما بينهم ان هما كانوا في نفس الفريق للرياضة اللي كانوا بيمارسوها، غير كده مفيش اي صلة ما بينهم. ولكن بسبب الشعور القوي اللي كان جوه ليندا ام ادريان قرر افراد الشرطة ان هم يدوروا ورا ديفيد جراهام ويعرفوا ايه حكايته بالظبط. اسمه بالكامل ديفيد كريستوفر جراهام، واللي اتولد في 2 نوفمبر من سنة 1977. ديفيد هو كمان كان متفوق جدا دراسيا ورياضيا زيه زي ادريان بالظبط، ويمكن ده كان شيء مشترك ما بينهم هما الاتنين، وده برغم من ان مفيش اي سابق معرفة ما بينهم. كان مشهور وعنده شعبية كبيرة ما بين أصدقائه، وكان اجتماعي بصورة غير عادية. في الوقت اللي حصلت فيه الواقعة ديفيد كان منضم لبرنامج تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين، وكان بيخطط للالتحاق بأكاديمية القوات الجوية في كولورادو علشان من خلال الخطوة دي هيقدر ان هو يتأهل ويبدأ حياته المهنية ويعمل كطيار مقاتل. ديفيد طول حياته بيحلم ان هو يكون طيار من وهو عمره 7 سنوات. لما تم التحقيق معاه قال ان هو وادريان علاقتهم ببعض سطحية جدا، وان هم مش اصدقاء مقربين ولا اي حاجة، وان هم ما اتكلموش مع بعض من فترة طويلة. ولكن اللي حصل لها كان كاسر قلبه جدا، حتى ان هو في اثناء التحقيق ولما ابتدوا ان هم يعرضوا عليه بعض التفاصيل انهار حرفيا من البكاء. افراد الشرطة كانوا مقتنعين بديفيد لابعد الحدود، لدرجة ان هما ما اخضعوهوش لاختبار كشف الكذب زي ما عملوا مع كتير من الطلاب في المدرسة. ومش بس كده، دول كمان برأوا ساحته تماما وارسلوه للبيت، بمعنى ان هو ما كانش مشتبه فيه حتى بالنسبة لهم. كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بان هو ما ارتكبش اي شيء، وان هو ملوش اي علاقة باللي حصل لادريان. واللي خلى افراد الشرطة عندهم قناعة جديدة من ان ديفيد ما عملش اي شيء هو وجود مشتبه فيه تاني، واللي كانت بنت من المدرسة اللي كانت منضمة ليها ادريان وكان اسمها تارا. وتارا دي كان عندها سجل حافل بممارسة العنف تجاه زمايلها. واحد من المصايب السوداء اللي تارا عملتها بانها اطلقت الرصاص على صديقها واصابته باصابات بالغة، وفي مرة تانية جريت بمضرب بيسبول ورا واحدة من اصدقاء ادريان لانها كانت بتعتقد من ان هي وصديقها وحبيبها داخلين في علاقة مع بعض.
مسكت البنت بمضرب البيسبول وفضلت تضرب فيها لدرجة إنها عملت لها كسر في عظمة الوجنة، ده غير إنها أصابتها بارتجاج في المخ. الواقعة اللي حصلت ما بين تارا وما بين صديقة أدريان، أدريان كانت شاهدة فيها لأنها حضرت المشهد كله وكانت شايفاه، وبسبب شهادة أدريان قدرت صديقتها إنها تاخد حقها قانونيا من تارا. وارد إن تارا تكون متضايقة بسبب إن أدريان شهدت ضدها وإنها قررت تنتقم منها بأبشع صورة ممكنة، لأن تارا علشان تزود الطينة بلة وقفت في قاعة المحكمة وواجهت كلامها لأدريان بعد ما شهدت ضدها وقالت لها أنا هنتقم منك. أظن مفيش أكتر من كده شيء يخليها مشتبه فيه. فاكرين لما قلت لكم إن الأولاد كانوا بيتكلموا مع الأخصائي النفسي وبيقولوا له إن الشخص اللي عمل كده في أدريان موجود في المدرسة وماشي في وسطيهم حر طليق وإن هم خايفين منه؟ كلهم في الوقت ده كانوا بيعتقدوا من إن تارا هي اللي أنهت حياة أدريان وإن هي ماشية في وسطيهم ووارد إنها تكرر فعلتها بدون ما أي حد يقدر يعمل لها أي حاجة. ولكن المفاجأة إن تارا بالفعل كان عندها حجة غياب قوية جدا، وإنها كانت في مكان فيه عليه أكتر من شاهد، واللي بيأكدوا إن مستحيل تكون هي اللي أنهت حياة أدريان لأنها كانت بعيد جدا عنها ومستحيل إنها تكون أذتها بأي شكل من الأشكال. كمان صديق أدريان تريسي سميث، واللي قلتلكم إن كانوا في ما بينهم علاقة واللي كانت من خلال التليفونات، هو كمان تم التحقيق معاه وهو كمان تم تبرئته لأن هو كان عنده حجة غياب قوية تنفي تماما عنه التهمة. بيل ولندا أبو وأم أدريان كانوا متأكدين من إن تريسي سميث ليه يد في اللي حصل لبنتهم، لأن بعد انتشار خبر وفاتها بالطريقة المأساوية دي هو ما اتصلش بيهم ولا تواصل معاهم ولا حتى حضر جنازتها، وده كان تصرف بارد وغريب جدا منه. هو بالفعل ممكن يكون شخص بارد ولكنه قدر إن هو يعدي باختبار كشف الكذب ويثبت لأفراد الشرطة إن هو كان عنده حجة غياب قوية يستحيل معاها إنه ينهي حياة أدريان. بس تريسي صديق أدريان هيوصل أفراد الشرطة بمشتبه بيه جديد، واللي كان اسمه براين وكان عمره 17 سنة، اسمه بالكامل براين ماكميلان، وكان الشخص ده بيتردد على المطعم اللي كانت بتعمل فيه أدريان بدوام جزئي. وقال تريسي إن أدريان كانت بتحس ناحيته بشعور مخيف لأنه كان معجب بيها وكانت تصرفاته غريبة لأبعد الحدود، تقدروا تقولوا إن هو كان بيطاردها وكان بيتعقبها. تريسي قال لأفراد الشرطة إن في خلال مكالمته هو وأدريان إن براين اتصل بيها لمدة دقيقة، وده كان أمر محير جدا لأن كده من الواضح إن أدريان قالت لتريسي صديقها إن براين هو اللي بيتصل بيها، ولكنها قالت لأمها إن الشخص اللي دخل في المكالمة ما بينها هي وتريسي كان اسمه ديفيد. أفراد الشرطة لما راحوا واتكلموا مع براين اللي بلغهم تريسي صديق أدريان عنه، ابتدى في البداية إن هو ينكر تماما معرفته بأدريان وإن هما عمرهم ما اتكلموا مع بعض، ولكنهم لما حصروه بالأسئلة ابتدى إن هو يعترف إنه بالفعل في سابق معرفة ما بينهم. أدريان اللي عنده 17 سنة قال إنه في الليلة دي كان داخل في حالة سكر غير عادية لأنه كان زعلان وحزين إن كل أصدقائه مرتبطين وهو لأ، وعلشان كده فضل يشرب بطريقة شرهة جدا، دخل في حالة سكر ما كانش شايف قدامه ولا عارف هو قابل مين ولا اتكلم مع مين. هو بما إنه كان سكران طينة هو مش عارف هو قابل أدريان وكلمها ولا لأ، هل راح لبيتها وخلاها تخرج من البيت وتروح معاه في أي مكان ولا لأ؟ هل هو اللي أنهى حياتها ولا لأ؟ طبعاً الكلام ده ما يطمنش خالص، وأفراد الشرطة لازم يقبضوا على براين لحد ما يشوفوا إيه حكايته. براين لما اتقبض عليه كان في تاريخ 15 ديسمبر من سنة 1995، ومن وقت القبض عليه كل أصدقائه كانوا بيروحوا لمركز الشرطة وبيبرقوا ساحته وبيقولوا قد إيه إن هو شخص طيب مش عنيف، مستحيل إن هو يؤذي أي شخص بأي طريقة. والشيء اللي خلى ان مفيش اي شك من ان براين هو اللي انهى حياة ادريان وان هو بعيد تماما عن الموضوع ده هو شهادة ابوه، واللي راح لمركز الشرطة وقال ان في اليوم اللي حصلت فيه الواقعة وانتهت فيه حياة ادريان ان ابنه كان معاه في البيت. هو بالفعل كان سكران ولكنه ما خرجش من البيت وان هو متأكد تمام التأكيد من شيء زي ده. على اي حال افراد الشرطة خلوا براين محتجز عندهم لمدة 3 اسابيع علشان يتأكدوا من صحة اقوال ابوه، وفي الوقت ده اخضعوه لاختبار كشف الكذب وقدر ان هو يعدي بالاختبار ويثبت لهم ان هو بالفعل بيقول الحقيقه. وفي النهايه تم اطلاق سراح براين وتبرئه صحته، حتى ان ابوه ما كانش مبسوط ابدا ان هم كانوا محتجزينه بدون اي دليل ضده لمده 3 اسابيع، وعلشان كده رفع قضيه ضد المدينه وقدر ان هو يتحصل منها على تعويض ضخم جدا. يبقى السؤال دلوقتي، هل تريسي كان بيكذب لما قال لأفراد الشرطة إن أدريان في خلال مكالمتهم كانت بتكلم شخص اسمه براين، ولا إن أدريان هي اللي كذبت على تريسي وما قالتلوش الحقيقة
بأنها بتكلم شخص تاني وادعت بأنها بتكلم براين. وبعد 9 شهور من الواقعة هيروح 2 من الطلبة في الأكاديمية البحرية كانوا رايحين علشان يقدموا بلاغ من إن زميلتهم هناك قدمت لهم اعتراف بأنها متورطة في ارتكاب جريمة قتل. وفي الوقت ده الطلبة قالوا إن هم مش متأكدين من صحة الكلام ده، ولكنها قدمت لهم تفاصيل واللي تبين قد ايه انها بتتكلم بجد جدا وانها صادقه في كل كلمه هي قالتها لهم. ولما سالهم افراد الشرطه مين الصديق اللي عندهم اللي بيتكلم معاهم وبيقول لهم كل التفاصيل دي، قالوا لهم ان اسمها ديان ميشيل زامورا، واللي كانت بتروح وبتبلغ كل الناس اللي حواليها بطريقه عشوائيه بانها انهت حياه ادريان هي وصديقها ديفيد جراهام. هو نفس ديفيد اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان افراد الشرطة صدقوا دموعه وبرقوه تماما وقالوا ان هو ملوش اي ذنب في اللي حصل لادريان. وتحسوا ان احنا لفينا في دايرة مفرغة ورجعنا لنقطة البداية. ودلوقتي خلونا نتعرف مين هي ديان زامورا. اتولدت ديان في تاريخ 21 يناير من سنة 1978، وكانت بتنحدر من أسرة متدينة جدا. ديان كانت أكبر إخواتها وكانت هي اللي مسؤولة عن إنها ترعاهم وتاخد بالها منهم. على الجانب المادي ديان أسرتها كانت مستواهم المادي منخفض جدا وكانوا في معاناة ضارية، حتى إن كانت الكهرباء بتنقطع عنهم فترات طويلة بسبب إن هما ما بيسددوش الفواتير، وكانت ديان بتضطر إنها تحل واجباتها على أضواء الشموع. كل الأحوال دي ما خلتش ديان إنها تستسلم أبداً، لأنها كانت إنسانة طموحة وكانت مجتهدة ومتفوقة جداً دراسياً. ديان كان عندها حلم بأنها في يوم من الأيام تنضم لوكالة ناسا وتكون رائدة فضاء. ديان كانت بتصحى قبل ميعاد مدرستها علشان تقعد وتذاكر دروسها اللي هتدرسها في المدرسة في اليوم ده. كانت منضمة لمنظمات والجمعيات كتير جداً من خلال مدرستها، بالإضافة إنها كانت منضمة للفرقة الموسيقية في المدرسة وكانت بتعزف على الفلوت. وعلى المستوى الرياضي ديان هي كمان كانت منضمة لفريق الكروس كانتري زيها زي أدريان وديفيد بالظبط. زي ما قلت لكم إن أدريان كانت اجتماعية محبوبة، كل الناس بتحب إنها تتواجد معاها. العكس تماما كان بالنسبة لديان، كانت شخصية طوائية مش اجتماعية، ما بتقدرش إنها تكون صداقات بسهولة، حتى إن ما كانش عندها أي اهتمام ولا بالأزياء ولا بالمكياج ولا بالموضة. ما كانتش مهتمة بكل الكلام ده وكانت مقتنعة ان دراستها فقط هي اللي هتوصلها لحلمها. ديان اتعرفت هي وديفيد من خلال دورة جوية مدنية كانوا منضمين ليها من خلال المدرسة. فضلوا على صلة ببعض واتصال على مدار 3 سنين كاملين. وفي سنة 1995 قرروا الاتنين ان هما يرتبطوا ببعض رسميا. ديان وديفيد الاتنين كانوا متفوقين جدا، عندهم احلام وطموحات، راسمين لمستقبلهم ومصممين ان هما ينفذوا حلمهم. وبسبب توافقهم ان هما كانوا مندمجين جدا مع بعض اعلنوا خطوبتهم رسميا وحددوا ميعاد لزواجهم. خطة ديفيد وديان ان هما كانوا هيتزوجوا في صيف سنة 2000 بعد ما هما الاتنين يتخرجوا. ولكن العلاقة ما بينهم كانت علاقة عن بعد زي علاقة ادريان وتريسي، لان زي ما قلت لكم ان ديان انضمت للاكاديميه البحريه في انابلس وديفيد انضم للقوات الجويه في كولورادو سبرينج. ديان كان بيعني لها كتير جدا ان هما الاتنين يكونوا اوفياء لبعض. زي ما قلت لكم انها كانت بتنحدر من اسره متدينه وكانت مصره انها ما تعملش اي علاقه قبل الزواج ابدا. الموضوع ده كان مهم بالنسبه لديان لابعد الحدود، وكان عندها استعداد انها تعمل اي شيء علشان تحمي معتقداتها وان العهد بالولاء اللي كان ما بينها هي وديفيد ان هما الاتنين يلتزموا بيه. وفي خريف سنة 1996 في الوقت ده ديان كانت منضمة للأكاديمية البحرية وديفيد كان طالب في السنة الأولى في تدريب قوات الجوية الأمريكية. وبصورة غريبة جدا ومش مفهومة بالنسبة لي الحقيقة، ديان قررت انها تخرج من العدم وتروح تقول لزملائها في السكن في المكان اللي كانت بتدرس فيه ان هي وديفيد ارتكبوا جريمة قتل وتقول لهم بعض التفاصيل واللي بتوضح لهم انها بالفعل بتقول الحقيقه. ولو انتم مفكرين انها كانت ندمانه او داخله في حاله هستيريا فما كانتش عارفه هي بتقول ايه، اقول لكم ان انتم غلطانين. هي كانت فخوره جدا باللي هي عملته وكانت بتتكلم مع اصدقائها على ان ديفيد اثبت ولاءه ليها وان هو قد ايه بيحبها بالجريمه اللي ارتكبها علشانها. زملاء ديان اللي كانوا بيسمعوا للكلام المجنون اللي هي كانت بتقوله كانوا بيقولوا انها كانت بتتكلم بكل برود، وإن المرحلة الوحيدة اللي كانوا حاسين فيها بنبرة ندم في كلامها لما كانت بتتكلم عن جنازة أدريان، وإن هي وديفيد راحوا وحضروا الجنازة وقد إيه إن أبو وأم أدريان كانوا منهارين وكانوا في حالة انكسار، إن هي دي المرحلة الوحيدة اللي حست فيها ديان بإن اللي عملته كان زيادة شويتين. ولكن بأكد عليكم هي في الوقت ده ما كانتش حزينة على أدريان وطريقة إنهاء حياتها، هي كانت حزينة على حزن أبوها وأمها،
قد ايه قلبها حنين. طبعا افراد الشرطه لما سمعوا الكلام ده اخذوا بعضهم فورا راحوا للمكان اللي كانت فيه ديان، وابتدوا ان هم يعملوا معاها زي تحقيق سريع. ديان بمجرد ما سمعت ان هم جايين يحققوا معاها قالت لهم انا اختلقت كل الموضوع ده، وان كل الكلام اللي انا قلته ده ملوش اي اساس من الصحه. انا وديفيد ده احنا لو شفنا فرخه بتتذبح يغمى علينا احنا الاثنين. ولما سالوها طب ليه زملائها في السكن بيدعوا عليها بكلام زي ده، قالت لهم انها الفت القصه دي من وحي خيالها بس علشان تبان قدامهم بنت جامده جدا، وان حبيبها بيحبها ومستعد يعمل عشانها اي حاجه. طبعا افراد الشرطه ما اشتروش الكلام ده، لان في بعض التفاصيل اللي قالتها داين لاصدقائها وزملائها في السكن تفاصيل حقيقيه افراد الشرطه حتى ما اعلنوش عنها للعامه. يبقى ديان عرفت بالتفاصيل دي ازاي؟ على اي حال افراد الشرطة قرروا ان هم يروحوا للمكان اللي كان عايش فيه ديفيد وديان ويجمعوا عنهم بعض التفاصيل. الاكاديمية البحرية اول ما سمعت بان ديان بيتحقق معاه في جريمة قتل ادوها اجازة مؤقتة مفتوحة لحد ما تخلص موالها وبعد كده تبقى ترجع لهم. وطبعا ديان زي ما قلت لكم انها كانت موس وما كانش عندها استعداد انها تتأخر في دراستها، والموضوع ده كان مضايقها لابعد الحدود. على اي حال ما كانش في عندها اي حل غير انها ترجع لبيتها في تكساس مره تانية. وفي تاريخ 31 اغسطس قررت انها تروح لديفيد في كولورادو سبرينجز علشان تتكلم معاه وتحكي له عن التفاصيل اللي حصلت معاها. ديان في الوقت اللي قابلت فيه ديفيد راحت وقالت له انها اعترفت لزملائها في السكن بانها ارتكبت جريمه هي وديفيد. ولكن لما افراد الشرطه جم علشان يحققوا معاها ويواجهوها هي انكرت كل شيء. وكانت ديان بتطلب من ديفيد في الوقت ده ان لو افراد الشرطه جم علشان يحققوا معاه او يتكلموا معاه بخصوص ادريان ان هو ينكر معرفته باي شيء. وفي تاريخ 4 سبتمبر من سنه 1996 بالفعل ديفيد تم استجوابه من افراد الشرطه، وبالفعل انكر معرفته بادريان وانكر معرفته باي حاجه كانت بتقولها ليهم ديان. ولما سالوه طب انت تعتقد ان صديقتك ديان ليه اختلقت الموضوع ده كله وازاي ان من وحي خيالها تختلق كل التفاصيل دي؟ قال لهم يمكن كانت قاعده زهقانه هناك وحبت انها ترفه عن زميلها شويه فالفت لهم القصه دي. القوات الجويه اللي كان ملتحق بيها ديفيد في الوقت ده لما عرفوا بان هو بيتم التحقيق معاه في جريمه قتل اجبروه على ان يتم اخضاعه لجهاز كشف الكذب، ولما تم اجراء الاختبار ليه فشل فيه فشل ذريع واتثبت ان هو بيكذب في كل حرف كان بيقوله. وده خلى افراد الشرطه يكونوا متاكدين من ان الضغط على ديفيد هيوصلهم بايه اللي حصل لادريان بالظبط، وعلشان كده قرروا ان هم يحققوا معاه لمدة يومين متتاليين بدون حضور محامي. طبعا ده مش قانوني بالمرة، كانوا بيحصروه بيضغطوا عليه وقالوا له ان هو لو ما اعترفش بكل شيء ارتكبه هو وداين هيتم توجيه الاتهام رسميا ليهم، وان مفيش اي عقوبة هيواجهوها غير عقوبة الاعدام، وان هو لو قدم لهم اعتراف مكتوب على ورقة وقال لهم كل حاجة تمت ما بينه هو وادريان وازاي هو وداين اتفقوا على انهاء حياتها هيقدروا ان هم يتحصلوا له على عقوبه اخف ويعتبروه كشاهد في القضيه. ديفيد كان خايف ومرعوب من ان هو يلاقي عقوبه الاعدام هي اللي بتواجهه، وما كانش حابب ابدا ان ده يحصل له، وكان بيعتقد بان هو لو اعترف بالفعل ان هو هيبقى شاهد في الموضوع ومش اكتر من كده، وعلشان كده وافق اخيرا بان هو يسجل اعترافه، وكتب اعتراف كامل متكامل عن تفاصيل انهاء حياه ادريان واللي كان مكون من 4 صفحات ونص. قال ان الموضوع بدأ من لقائهم في خلال السباق الاقليمي اللي كان في لوبيك. بعد ما رجعوا من السباق ده ووصلوا لحد المدرسة ديفيد هو اللي وصل ادريان لحد بيتها. زي ما قلت لكم ان ادريان قالت لهم في البيت ان واحدة صديقتها هي اللي وصلتها لحد البيت، ولكن ديفيد في خلال اعترافه قال ان هو الشخص اللي وصل ادريان لحد البيت، وان هما الاتنين فجأة ومن العدم قرروا ان هما يوقفوا العربية على جنب في موقف السيارات لمدرسة من المدارس اللي كانت مجاورة لبيت ادريان ودخلوا مع بعض في علاقة. وقال ان الموضوع كان عابر كده وان الحكاية كانت والدة اللحظة، وان هو بعد كده حس بندم شديد وعلشان كده قرر انه يعترف لحبيبته داين بكل حاجه هو عملها. داين لما تلقت الخبر وعرفت ان هو دخل في علاقه وان هو كسر قسم الولاء اللي كانوا مواعدين بعض بيه بان هما مش هيدخلوا في اي علاقه مع اي شخص الا لما يتزوجوا من بعض، وان العلاقه ما بينهم هما الاتنين هتكون الاولى والاخيره. داين دخلت في حاله من الصدمه والبكاء والهستيريا، وكانت بتقول لديفيد نصا ان هو دمر نقاء علاقتهم المستقبليه. خلوني بس اوضح لكم ان في خلال اعترافات ديفيد قال ان العلاقه ما بينه وبين ديان ما كانتش نقيه قوي، ان هما في مرحله ما قدروش يسيطروا على نفسهم وقرروا ان هما يدخلوا في علاقه مع بعض،
ولكنهم أقسموا على أنهم هيتزوجوا من بعض، وأن العلاقة ما بينهم هتبقى بعد الزواج أو قبل الزواج مش هتفرق يعني كتير. ديان لما سمعت بالعلاقة اللي دخل فيها ديفيد مع أدريان كانت بترمي نفسها على الأرض، بتخبط دماغها في الحيطان، بتصرخ وبتعيط وبتعمل كل شيء تتوقعوه وما تتوقعهوش. وبعد كده ديان هديت وابتدت إنها توجه كلامها لديفيد وتقوله إن هو لازم يطهر علاقتهم وزواجهم المستقبلي، وإن كل ده مش هيحصل إلا لما تنتهي حياة أدريان نفسها. طبعاً ديان كانت بتضحك على نفسها، إنهاء حياة أدريان عمره ما هيمحي العلاقة اللي كانت ما بينها وما بين ديفيد، وإنها لو عايزة تعاقب أدريان على دخولها في علاقة مع ديفيد بإنهاء حياتها يبقى من باب أولى إنها كمان تنهي حياة ديفيد. ولكن ديان من وجهة نظرها إن اللي لازم يتم معاقبته في الموضوع ده كله هو أدريان، وإن بإنهاء حياتها كل حاجة هترجع في مكانها. طبعا ديفيد عمره ما هيسمع للكلام ده، ولا هيمشي ورا ديان، ولا هينفذ لها اي حاجه من اللي بتطلبها. ولكن بكل اسف تقدروا تقولوا ان ديفيد كان مسحور بعيون ديان، وده اللي كتبه في خلال اعترافاته، ان هو ما كانش قادر يشوفها في حاله الانهيار دي وما ينفذ لهاش كل طلباتها اللي بتطلبها منه. ديفيد كان بيأكد في خلال اعترافه بان هو ما كانش عنده اي مشاعر سلبيه ولا اي مشاكل مع ادريان، وان هو لما انهى حياتها كان الموضوع بس علشان يخلي حبيبته ديان راضيه ومبسوطه. بالفعل ديفيد هو اللي اتصل بادريان في خلال مكالمتها مع تريسي، والمكالمه زي ما قلت لكم قعدت دقيقه تقريبا، وبعد كده انهت المكالمه معاه. ديفيد راح وحاول ان هو يخرج ديان من البيت بحجه ان هو متضايق وعايز يفضفض معاه بكلمتين، وزي ما قلت لكم ان ادريان كان عندها تاريخ حافل بانها بتهرب بره البيت وبترجع مره تانية. قبلت ادريان في الوقت ده انها تخرج من البيت وتروح علشان تقابل ديفيد. خطه ديفيد كان ان هو بمجرد ما يقابل ادريان وياخدها لمنطقه معزوله يكسر رقبتها، وبعد كده يحط اتقال كان محضرها معاه في العربيه في رجليها ويرميها في البحيره، وبكده يتاكد من انها غرقت تماما ومفيش اي حد هيلاقيها. وقال ان ديان كانت عايزه تتاكد من ان كل حاجه تمت وان ديفيد ما بيخدعهاش، وعلشان كده كانت راكبه في الكنبه ورا في العربيه وكانت بتراقب المشهد. قال ان هو في خلال ما كان متجه للمكان المعزول اللي هياخده فيه ادريان علشان ينهوا حياتها، ادريان كانت راكبه في الكرسي اللي جنب ديفيد في العربيه، وفي الوقت ده ديان قررت انها تقوم وتهاجمها وابتدت انها تعتدي عليها بالضرب. ديفيد زي ما قلت لكم كان مخطط ان هو يكسر رقبه ادريان وبعد كده تنتهي حياتها، ولكنه اكتشف وهو بيحاول يعمل ده ان الموضوع ما بيتمش زي الافلام، وان الموضوع صعب ومعقد جدا، وان هو ما قدرش يكسر رقبتها ولا حاجه. ديان مسكت واحد من الاتقال اللي كانت معاها وضربت بيها ادريان على راسها من الخلف، وبرغم من كده ادريان كانت بتحاول انها تدافع عن نفسها وعن حياتها، نطت من شباك العربيه، نزلت في حقل من الحقول اللي كانت مجاوره للمنطقه اللي هما كانوا فيها، وبدات انها تجري بكل قوتها. ولكن بكل اسف طاقتها ما كانتش قادره انها تخليها تجري لمكان بعيد، واتكعبلت في سور من الاسلاك الشائكه وقعت على الارض. في الوقت ده ديان بصت لديفيد وقالت له احنا مش لازم ان احنا نقف هنا، احنا لازم ننفذ كل شيء احنا اتفقنا عليه، بمعنى انها كانت بتطلب منه رسميا ان هو يروح وينهي حياة ادريان. ديفيد بيقول ان هو كان عايز يهرب ويسيب كل شيء ويخلي ادريان على قيد الحياة وما يعملش فيها اي حاجة، ولكن ديان في الوقت ده فكرته بان هما لو سابوا ادريان على قيد الحياة بكل تأكيد هتروح وتبلغ عنهم الشرطة ويروحوا كلهم في 60 داهية. علشان كده ديفيد ما لقاش اي حل غير ان هو ياخد البندقية اللي كان محضرها معاه في العربية، راح في اتجاه ادريان واطلق عليها الرصاص بالبندقية مرتين. ديفيد في خلال اعترافاته قال ان بعد ما رجعوا للعربية هو وديان بصوا في عينين بعض وابتدوا ان هما يقولوا لبعض قد ايه كل واحد فيهم بيحب التاني. وبعدها بشوية ديان سرحت كده وبصت لديفيد وقالت له احنا ما كانش المفروض ان احنا نعمل كده يا ديفيد. اعتقد ان الجملة دي متأخرة جدا، وان كأنك بتقوليها بس عشان تريحي ضميرك. كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده ديفيد كتبه في 4 صفحات ونص وقع عليه بإمضائه وسلمه لأفراد الشرطة. بمجرد ما ديفيد قدم الاعترافات دي كلها أفراد الشرطة ما كانش عندهم أي مانع من إن هما يروحوا ويلقوا بالقبض على ديان، واللي كانت في الوقت ده قاعدة في بيت جدها. ديان لما تم القبض عليها ما كانتش بتسأل ولا كانت بتنكر ولا كانت مستغربة أصلا إن أفراد الشرطة بيقبضوا عليها، وكأنها كانت متوقعة من إن ديفيد هينهار وهيقول كل شيء. أفراد الشرطة لما أخدوا ديان لمركز الشرطة واجهوها وقالوا لها إن ديفيد اعترف بكل شيء وقدم اعتراف تفصيلي باللي حصل، وإنها لو حابة تحكي الجانب الخاص بيها من القصة، لأن وارد إن ديفيد يكون بيورطها وإنها ما عملتش حاجة. وفي الوقت ده ديان وافقت وقالت لهم إن هي كمان هتقدم لهم اعتراف مكتوب.
الاعتراف اللي كتبته ديان تقريبا كان نفس الكلام اللي قاله ديفيد، وده برغم من انها ما شافتش الاعتراف بتاعه ولا كانت عارفة هو كتب فيه ايه. كل التفاصيل اللي كتبها ديفيد في اعترافه عن اسباب الجريمة، عن الدوافع، عن الخطة، وعن اللي حصل يوم الواقعة بأدق التفاصيل، نفس الكلام اللي كتبته دايان في اعترافاتها. أفراد الشرطة كانوا متأكدين من إن هي دي الرواية الحقيقية، لأنها كانت متطابقة تماما ما بين ديفيد وما بين دايان. في الوقت ده ديفيد كان بيتوجه ليه الاتهام بإنهاء حياة أدريان، بالإضافة لاختطافها من بيتها ومحاولة استدراجها، وبكده هيكون بيواجه عقوبة الإعدام بدون أي شك. أبو أم أدريان قدموا التماس للقاضي بإن ما يتمش توقيع عقوبة الإعدام على ديفيد وعلى ديان، لأن هما كانوا مكتفيين من الموت، وكانوا بيقولوا إن هو لو تم إثبات إن هما مدانين بكل تأكيد كفاية عليهم السجن مدى الحياة. كل اللي كانوا يعرفوا ديان وديفيد كانوا مصدومين من إن هما ارتكبوا الفعل الشنيع ده. قصة حبهم كان كل بيحكي وبيتحكى بيها، هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض ومخلصين لبعض، ايه اللي يخليهم ان هم يدمروا حياتهم ومستقبلهم ويدمروا معاهم حياة بنت ملهاش اي ذنب؟ افراد الشرطة في الوقت ده كانوا لازم يدوروا على سلاحين الجريمة، واللي زي ما قلت لكم ان ديان ضربت ادريان بتقل او بدمبل على راسها من الخلف، وكانت سبب ليها في كسر في الجمجمة، بالاضافة للبندقية اللي تم بيها اطلاق الرصاص على ادريان. وبالفعل افراد الشرطة قدروا ان هم يوصلوا لسلاحين الجريمة في العلية لبيت ابو ديفيد. وبالمناسبة المكان ده قدر افراد الشرطة ان هم يتوصلوا ليه من خلال ديفيد نفسه، واللي قدر ان هو في خلال اعترافاته يدل افراد الشرطة عليه. لحد اللحظة دي ديفيد كان متعاون جدا، كانش بيحاول ان هو يدافع عن نفسه، كان معترف بكل شيء، وكان مستسلم تماما للمحاكمة ومنتظر الحكم عليه، لحد ما فجأة ومن العدم قرر ان هو يقول ان اعترافاته دي كلها كاذبة، وان افراد الشرطة ضغطوا عليه، وان كل الاعترافات دي كانت بدون محامي، وان هو تم تخويفه، وانه علشان كده كان بيقول لهم الكلام اللي هم عايزين يسمعوه. الصحافة والاعلام في الوقت ده كانوا بيتناولوا الموضوع بشراهة، وقدروا ان هم يتوصلوا لجزء من اعترافات ادم وديان، وتسربت من خلال الصحف والمجلات، واللي على اساسها اتعمل فيلم درامي عن قصة الجريمة اللي ارتكبها ديفيد وديان في حق ادريان. والفيلم ده اتعرض في فبراير من سنة 1997، وده كان قبل المحاكمة والنطق بالحكم ضد ديان وضد ديفيد، والفيلم ده أطلقوا عليه اسم قسم الولاء. ديفيد وديان لما كانوا محتجزين في السجن في انتظار محاكمتهم ما كانوش بيشوفوا بعض ولا بيقابلوا بعض، ولكنهم كانوا بيتبادلوا رسائل الحب، واللي كانت مشتعلة جدا. الحب كان مولع في الدورة على الآخر، وده برغم من ان هما ارتكبوا جريمة قتل بالتعاون مع بعض، وكانوا الاتنين رايحين في داهية رايحين في داهية. في الوقت اللي كانت فيه المحاكمة ديان كان عمرها 17 سنة، بمعنى انها كانت تحت السن، ومن المفترض ان هي ما تتحكمش كبالغ، ولكن القاضي في الوقت ده قرر ان محاكمة ديان وديفيد تتم منفصلة، وان ديان تتحاكم وكأنها شخص بالغ. وطبعا زي ما هو متوقع كان عندهم هرمون عالي من البجاحة، وقرر الاتنين ان هما يقفوا كل واحد في محاكمته ويقولوا ان هما غير مذنبين. ولكن بجاحة ديفيد وديان ما وقفتش لحد هنا، هما الاتنين كانوا بيغيروا روايتهم مرة ورا مرة. الاعترافات اللي كانت مكتوبة واللي زي ما قلتلكم كانت متطابقة تطابق تام بينهم، كل واحد فيهم بقى بيقول رواية تانية تماما. محاكمة ديان هي اللي بدأت الأول، وكانت في يناير من سنة 1998، والقاضي سمح إن جلسة ديان يتم بثها عبر التلفزيون، وإن كل الصحافة والإعلام يقدروا إن هما يدخلوا ويحضروا المحاكمة. زي ما قلتلكم إن كل الصحف والإعلاميين كانوا مهتمين جدا بالقضية، وإنها كانت مشهورة جدا إعلاميا. المدعي العام كان معتمد في توجيه الاتهام لديان في قاعة المحكمة على اعتراف زملائها في السكن، واللي راحوا بلغوا عنها بنفسهم انها راحت وقالت لهم انها انهت حياة ادريان، وكمان اعترافاتها المكتوبة اللي هي قدمتها ومضت عليها بتوقيعها. كل الاشخاص اللي كانوا بيشهدوا ضد ديان ما كانش عندهم اي مشاكل ولا اي ضغائن معاها ان هم يورطوها في اي شيء هي ما عملتوش، وعلشان كده تم قبول شهادتهم. من ضمن الشهود في محاكمة ديان كانت صديقتها المقربة واللي اسمها كريستينا ميسن، وكريستينا طلعت على منصة الشهود وقدمت اعترافات كاملة بأنها عارفة الدافع وراء ارتكاب ديان وديفيد لجريمة إنهاء حياة أدريان، وهو إن ديفيد عمل علاقة هو وأدريان. حتى إن كريستينا ميسن صديقة ديان طلعت في منصة الشهود وقالت تفاصيل عن الخطة اللي رسمها ديفيد وديان، والخطة دي كانت هي نفس الخطة بالظبط اللي كل واحد فيهم سجلها في اعترافاته للشرطة، ان هما كانوا بيخططوا ان هما يكسروا رقبتها، يربطوا الاتقال بعد كده في رجليها ويرموها في البحيرة، ولا من شاف ولا من دري،
وان الموضوع خرج عن السيطره، وان زي ما قلت لكم ادريان حاولت تهرب، وان هما بعد كده اضطروا ان هما ينهوا حياتها ويسيبوها في المكان اللي المزارع لقاها فيه. واحد من الشهود في جلسه ديان كان صديق ديفيد واللي كان اسمه جون جرين جونيور، واللي طلع لمنصه الشهود وقال ان في يوم الواقعه ديان وديفيد راحوا لبيته، وكان واضح ان ديفيد هادي جدا على العكس من ديان واللي كانت منهاره وبتعيط، وديفيد كان بيحاول ان هو يهديها وطلبوا منه ان هما يباتوا في الليله دي عنده في البيت. واحده من الشهود في السكن واللي اعترفت ليهم ديان بنفسها عن ارتكابها للجريمه واللي كان اسمها جينيفر ماكاني، طلعت لمنصه الشهود وقالت ان دايما ديان كانت بتوجه المسبات والشتائم والالفاظ البذيئه تجاه ادريان لما كانت بتتكلم عنها، وقد ايه انها انسانه سيئه وتستحق انهاء حياتها. وقالت انها في خلال ما كانت بتحكي لها تفاصيل اللي عملته في ادريان، انها قالت لها انها كانت حزينه جدا لما راحت لجنازه ادريان وشافت ابوها وامها وهم بيعيطوا، واكدت في خلال كلامها معاها انها كانت حزينه بس على الحاله اللي كان فيها الاب والام، مش على ادريان نفسها. ومش بس اعترافات الشهود هي الادله اللي كانت مع افراد الشرطه ولا اللي كانت بتتعرض في قاعه المحكمه، كمان زي ما قلت لكم البندقيه اللي لقوها في بيت ابو ديفيد والدمبل اللي تم بيه ضرب ادريان على مؤخره راسها، ده غير ان هم لقوا بعض اثار الدماء في عربيه ديفيد في الكرسي اللي جنب السواق، ولما اختبروا الدماء دي لقوا انها بتعود لادريان. اكبر دليل واللي كان صدمه في قاعه المحكمه هو مذكرات ديان نفسها، كان عندها دفتر مذكرات واللي كان عباره عن نتيجه كانت معلمه على يوم 4 ديسمبر من سنه 1995، وكتبت الساعه 1:38 دقيقه أدريان، وكأنها كانت بتسجل تاريخ وفاة أدريان بالدقيقة أو بالثانية. إزاي قدرت إنها تتوصل لتاريخ وفاة أدريان إلا إذا كانت هي بالفعل الشخص اللي أنهى حياتها وكانت موجودة في المكان وقت إنهاء حياتها؟ ديان ظهرت في قاعة المحكمة وهي بعيون بنت بريئة وإنها ما عملتش أي شيء وقد إيه إنها طيبة وعمرها ما تقدر تعمل حاجة زي كده، وفريق المحامين بتوعها كانوا مفهمينها تقول إيه بالظبط، كانوا بيدافعوا عنها وبيقولوا ان افراد الشرطه ضغطوا عليها وان الاعترافات دي هي قدمتها وهي معهاش محامي، وان هم خوفوها وخلوها تكتب كلام هي ما كانتش عايزه تقوله، ده غير ان هم وقفوها في قاعه المحكمه تقول ان الاعترافات دي قدمتها بسبب ان ديفيد هو اللي ضغط عليها عشان تقدمها. محامين ديان لما لقوا ان خطه ان افراد الشرطه ضغطوا عليها كانت فكره مش مقنعه، قرروا ان هم يغيروا في الخطه شويه، وقالوا إن ديان اللي خلاها تعترف بالاعترافات دي هو ديفيد، لأنه كان بيضغط عليها، لأنه كان شخص مسيء ليها وكانت في علاقة سامة، وإن هو كان مسيطر عليها وبيأذيها طول الوقت، وإن هي حرام كانت خايفة منه ومضطرة تنفذ كل كلمة هو بيقولها لها. واستندوا على موضوع إن ديفيد كان مسيطر على ديان لأن هما كانوا بيندهوا بعض بأسامي، زي إن هو يقول لها يا قطتي وهي تقول له يا نمر، فهما كانوا بيقولوا إن النمر أكبر وان القطه صغيره فعلشان كده هو اللي مسيطر عليها. على فكره انا ما بهزرش، الكلام ده بالفعل اتقال في قاعه المحكمه، والمحامين كانوا معتقدين ان هم بالطريقه دي هيقنعوا القاضي وهيئه المحلفين من ان ديان بريئه وان ديفيد هو اللي عمل كل شيء. المهم ان محامين ديان في الوقت ده كانوا بيحاولوا ان هم يلقوا باللوم كله على ديفيد وان هو اللي انهى حياه ادريان وان هو اللي ضربها على راسها بمؤخره البندقيه مش بالدمبل زي ما كان في اعترافاته هو وديان، وان ديان بس كانت قاعده بتتفرج وكانت بتشاهد المشهد مش اكتر من كده. في النهايه المحامين قرروا ان هم يحطوا ديان نفسها على منصه الشهود علشان تشرح لهيئه المحلفين ايه اللي حصل بالظبط. ديان لما طلعت لمنصة الشهود بعيدا عن الدموع والعياط وكل المشهد اللي هي كانت عاملاه، هي اعترفت بالفعل انها كانت موجودة وقت ارتكاب الواقعة، ولكن ديفيد هو اللي عمل كل شيء، وان الذنب الوحيد اللي هي ارتكبته انها حاولت تتستر على ديفيد، وان الاعترافات اللي هي قدمتها قبل كده في مركز الشرطة ديفيد هو اللي كان مليها وقايلها تكتب فيها ايه، وكل ده هي عملته بس علشان تحميه لان هو كان مسيطر عليها وهي ما كانتش قادره تخرج من تحت سطوته. ديان وقفت في منصه الشهود وهي بتعيط وبتتشحتف وبتقول انها ما طلبتش من ديفيد ابدا ان هو ينهي حياه ادريان، وانها ما كانتش عايزاه ابدا يعمل كده، وانها حاولت تمنعه بشتى الطرق ولكنه رفض. بعد الاداء المسرحي الهايل اللي هي ادته في قاعه المحكمه احب اقول لكم ان هي ما فيش اي حد اقتنع بكلامها، ولما هي حست ان محدش اقتنع بكلامها وان هما ابتدوا يستجوبوها استجواب حقيقي ابتدت تصرفاتها تختلف، كانت باينه حد هادي واثق في نفسه وفي بعض الاحيان مغروره وشايفه نفسها وحاسه انها تقدر تخدع الكل وان مفيش حد هيقدر يوقعها.
ديان لما اتسألت ليه الشهود واللي المفروض ان هما زملائها وزملاء ديفيد وصديقتها المقربة بيشهدوا ضدها بتفاصيل هي نفسها كتبتها واعترفت بيها قبل كده، كذبت كل الاشخاص اللي كانوا بيطلعوا على منصة الشهود، وقالت ان كل واحد فيهم ليه مصلحة في ان هو يورطها في انها ارتكبت الجريمة دي وليها علاقة بيها. ومن الاخر كده كلهم بيكذبوا وان مفيش اي كلمة هما بيقولوها حقيقية، وهي الوحيدة اللي بتقول الحقيقة. في نهاية المحاكمة هيئة المحلفين راحوا علشان يتداولوا مع بعض ويستقروا على حكم، وقعدت مداولاتهم حوالي 7 ساعات، توصلوا لقرار بأن ديان زامورا مذنبة في كل التهم الموجهة ليها، وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة مع إمكانية للإفراج المشروط بعد 40 سنة. زي ما قلت لكم ان ديان كان من المفترض انها تواجه عقوبة الإعدام، واللي كانت بالفعل بتنفذ في تكساس في الوقت ده، ولكن عائلة أدريان هم اللي تدخلوا وخففوا الحكم عنها بالسجن مدى الحياة، وكانوا راضين تماما عن الحكم ضد ديان. محاكمة ديفيد بدأت في يوليو من سنة 1998، وبسبب التغطية الإعلامية الضخمة لمحاكمة ديان قرر القاضي ان هو ما يقولش اي شيء، ولا ان في اي اعلامي ولا صحفي يدخل لمحاكمة ديفيد، لان الموضوع في محاكمة ديان كان فوضوي لأبعد الحدود. بس طبعا لان محاكمة ديان كانت مصورة بالكامل وكانت بتتعرض في التلفزيون، ديفيد قدر ان هو يسمع ويشوف ديان وهي بتتكلم عنه ازاي بان هو شخص مسيء مسيطر، وان هو كان بيأذيها واجبرها على الاعتراف، وانها ما طلبتش منه ابدا ان هو ينهي حياة ادريان، وانها كانت بتحاول تمنعه ولكنها فشلت، وعلشان كده فسخ خطوبته معاها بعد محاكمتها مباشرة. وبما انها كانت عايزة تلبسه في الحيط وتطلع منها هي براءة وانها ما عملتش اي شيء، قرر ان هو كمان هيقول الحقيقة كاملة ويورطها ويورط نفسه معاها. الدفاع عن ديفيد كان مسنود على ان الاعترافات دي تمت بالضغط عليه، وان هو كان صاحي 30 ساعه وتم التحقيق معاه فتره طويله جدا، وان هو كان تعبان ومرهق، افراد الشرطه خوفوه وقالوا له ان هو يكتب لهم قصه، لان هو كده كده هيتم توجيه الاتهام ليه بانهاء حياه ادريان، وان هم اللي قالوا له يكتب ايه بالظبط، وهو كان مجبر ينفذ كل اوامرهم. محامين ديفيد قالوا ان ديفيد كل اللي قاله ده كان بس علشان يتستر على ديان وعلى فعلتها، وان هي اللي ارتكبت الجريمة كلها، وان هو ملوش اي ذنب في الموضوع غير ان هو كان موجود في المكان. نفس الكلام اللي كانت بتقوله ديان عليه هو قرر ان هو يدافع بيه عن نفسه. ولكن على عكس ديان بانها اعترفت انها كانت موجودة وكانت بتتفرج على المشهد، ديفيد قال ان هو ما كانش موجود في المكان من الاساس، ولكن ما قدرش ان هو يثبت اي حاجة غياب ولا اي مكان تاني هو كان موجود فيه، وعلشان كده هيئة المحلفين والقاضي ما اقتنعوش بكلامه. ولما سألوه هو عارف عن تفاصيل الجريمة ازاي، قال ان ديان بعد ما ارتكبت الجريمة قابلته وقالت له كل حاجة حصلت. ولما سألوه عن الأسلحة اللي لقوها في البيت واللي كانت سلاح الجريمة البندقية والدمبل، قال لهم ان هو اخدهم منها وخباهم في العلية في بيت ابوه. ديفيد في اثناء المحاكمة كان مبتسم ابتسامة بلهاء كده محدش فاهم معناها، ولا حد كان فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. وهيئة المحلفين كانوا مش طايقينه بالهيئة اللي هو كان قاعد بيها، وكانوا شايفين ان هو مغرور وشايف نفسه ومعتقد ان هو هيقدر يخدعهم. وفي تاريخ 15 يوليو من سنة 1998، وفي اثناء جلسة من جلسات المحاكمة على ديفيد، في بنت اسمها ويندي بارتلت هتقف على منصة الشهود وهتلقي بقنبلة نووية، واللي مفيش اي حد كان يتوقع ان هو يسمع عنها. البنت دي كانت صديقة من اصدقاء ادريان، وقالت انها في اليوم اللي حصل فيه السباق الاقليمي، وان بعد ما رجعوا من السباق للمدرسة الثانوية، ان هي الشخص اللي وصل ادريان من المدرسة لحد بيتها. بمعنى ان ادريان ما كانتش بتكذب لما قالت لافراد اسرتها ان في واحدة زميلتها هي اللي وصلتها للبيت، وان ديفيد هو اللي كان بيكذب لما قال ان هو اللي وصل ادريان لحد بيتها ودخل معاها في علاقة. ولو تفتكروا الدافع اساسا من ارتكاب الجريمة وانهاء حياة ادريان من ان ديفيد راح قال لديان ان هو دخل في علاقة مع ادريان في الوقت اللي كان بيوصلها للبيت. ديفيد اساسا ما وصلش ادريان للبيت، ولا كان في اي علاقة ولا صداقة ولا معرفة ما بينهم، هما بس كانوا في نفس الفريق وبيمارسوا نفس الرياضة وراحوا لنفس المسابقة الاقليمية مع بعض. ديفيد كان بيكذب اساسا على ديان في ان هو دخل في علاقة مع ادريان، الموضوع ما حصلش اصلا. الدافع من الجريمة كان عبارة عن كذبة، كذبها ديفيد على ديان الله اعلم ليه. اصدقاء ادريان بالكامل اكدوا لافراد الشرطة ان هي مش من النوع اللي بتدخل في علاقات عابرة من النوع ده، وان كل الكلام اللي كان بيقوله ديفيد كان بناء على كلامه، مفيش اي دليل بيثبت ان هو وادريان دخلوا مع بعض في علاقة. اعترافه لديان اللي هي صدقته على اساسه ارتكبوا الجريمة وارد ان هو يكون مجرد اختلاق من خياله،
او ان هو كان بيتمنى ان ده يحصل ولكنه ما حصلش. ده غير ان زي ما قلت لكم ان ديان في الوقت ده كان ليها صديق وحبيبه اللي كان اسمه تريسي، واللي كانت علاقتهم مع بعض ممتازه. ايه اللي يخليها انها تدخل في علاقه عابره مع ديفيد اللي ما فيش اي صله ولا علاقه ما بينهم، وهي عارفه ومتاكده ان هو مرتبط ببنت معاهم في نفس الفريق وان علاقتهم ببعض مقربه لابعد الحدود؟ ديفيد ما وقفش في منصه الشهود ولا اتكلم مع هيئه المحلفين ولا وجه لهم اي كلام، لان محامينه كانوا عارفين كويس ان هو مهما قال ومهما عاد هما مش هيصدقوا اي حرف منه، وان اي كلمه هو هيطلع يقولها هتاذيه مش هتفيده. تاريخ 24 يوليو من سنه 1998 هيئه المحلفين بعد تداول لمده 8 ساعات وصلوا لقرار بالاجماع بان ديفيد مذنب في كل التهم الموجهه ليه، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياه وامكانيه للافراج المشروط بعد 40 سنه. ديفيد في خلال لقاء تم معاه بعد الحكم عليه قال ان الاعتراف اللي كان بيقوله كله كان كذب، وان هو وادريان عمرهم ما دخلوا في علاقه مع بعض، وان هما كانوا مجرد زملاء ومش اكتر من كده، والعلاقه ما بينهم كانت سطحيه تماما، وان ديان هي اللي ورطته في الامر. ولكنه في خلال اللقاء ده قال ان هو مش زعلان من الحكم عليه، وان هو بيقضي وقته في السجن، وان السجن ما يختلفش كتير عن المؤسسات العسكريه، وان هو تقبل الامر الواقع وما عندوش استعداد ان هو يخوض في معارك في ان هو يتم اطلاق سراحه. النهارده بتنكر تماما صلتها بالواقع، وان هي ما كانش ليها اي علاقه باي شيء، وان ديفيد هو اللي ارتكب كل شيء وانها كانت متفرجه. ولكنها اعترفت ان الجريمه تمت بدافع الغيره، وان هي لولا غيرتها وارد جدا ان ديفيد ما كانش انهى حياه ادريان، وان كلهم كانوا عايشين حياتهم بصوره طبيعيه، وان كل واحد فيهم حياته كانت هتمشي في المسار اللي كانت المفروض انها تمشي فيه. فلا، قصه من خياله يمكن علشان يسير غير ديان، ولما شافها وهي منهاره حس ان هو مش هيقدر يتراجع في الكذبه ويقول لها ان هو كان بيضحك عليها، لانها اساسا ما كانتش هتقتنع ولا كانت هتصدق بان هو بيضحك عليها، وكانت هتفكر ان هو بيخدعها وان هو بالفعل دخل في علاقه مع ادريان في حين ان ده ما حصلش اصلا. وبسبب الغيره العمياء اللي كانت مخليه ديان داخله في حاله مش قادره تفكر فيها غير بانها تنهي حياه ادريان علشان تتخلص منها وتخدع نفسها وتعتقد بانها صانت قسم الولاء اللي كان ما بينها وما بين ديفيد، دمرت نفسها ودمرت ديفيد وضيعت علاقتهم، وكل واحد فيهم دخل للسجن. ومش بس كده، علاقة حبهم راحت في الهوا، وكل واحد فيهم بقى مش طايق التاني بعد ما وقفوا في قاعة المحكمة وهما بيرموا التهم على بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة، لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات. زي ما قلت لكم ان ما كانش فيه أي علاقة دخل فيها ديفيد وأدريان مع بعض زي ما هو ادعى وقال لديان، يبقى تفتكروا ايه الدافع اللي يخلي ديفيد يرتكب الجريمة؟ لما هو عارف ومتاكد ان هو ما دخلش في علاقه مع ادريان وان هو بس كان بيخدع ديان وبيقول لها كلام فاضي ما حصلش منه اي شيء، ايه اللي يخليه ان هو يتمادى ويمشي في الموضوع وينهي حياه ادريان؟ هل بتعتقدوا ان بالفعل ديفيد ملوش اي علاقه بالموضوع، وان ديان هي اللي ارتكبت كل شيء وكانت عايزه تورطه وتطلع هي بريئه من الموضوع؟ هل خطه ديان كانت بانها تتخلص من ادريان عن طريق انهاء حياتها، وتتخلص من ديفيد عن طريق انها تلبسه التهمه، وبكده تكون انتقمت منه بسبب ان هو نقض قسم الولاء اللي كان ما بينهم؟ ولو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصه جديده. سلام.